القدس إله واحد أمين. إحنا خدنا مع بعض إصحاح، ابتدينا إصحاح 5 في كورنثوس الثانية، وخلصنا إصحاح 5 ولا ما خلصناهوش؟ وقفنا لغاية عدد كام؟ 10. بس إحنا في 5 إصحاح آية 10. أحب بس أفكركم إنه في إصحاح 4 كان مبدأ مهم جدا، مبدأ حطه معلمنا بولس الرسول اللي قال فيه إن لنا هذا الكنز الخفي أو الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لمن. ده الشعار بتاع إصحاح 4. إصحاح 4 الشعار بتاعه لنا هذا الكنز، كنز النعمة، كنز الحب، كنز السلام، كنز الروح القدس، whatever. الكنز دوت محطوط في أواني خزفية اللي هو إحنا الأنية الخزفية المتشكلة بإيدين ربنا، ليكون فضل القوة قوتنا لله لا منا، مش بتاعتنا إحنا، من ربنا. واتكلم في إصحاح 4 وقال إن إحنا عاملين زي الخيمة، والخيمة ديت بتنقضي الحياة فيها بعد كده. وابتدى بقى في إصحاح 5 يكلمنا عن لما ينقضي بيت خيمتنا الأرضي اللي هي الحياة بتاعتنا، إحنا عاملين زي الخيمة تنقضي حياتنا على الأرض، عارفين إن إحنا لينا بناء في السماء. وقلنا الفرق بين الخيمة والبناء، الخيمة غير ثابتة والبناء ثابت. الخيمة بتتشال ويترحلوا أو يرتحلوا بالخيمة من مكان إلى آخر، زي بالضبط إحنا ناس فينا كانوا في مصر وجم على هنا، ممكن نروح أستراليا، الخيمة بتتنقل. لكن البناء اللي في السماء ده بناء ثابت أعد لينا رب المجد يسوع، وقال عنه بناء غير مصنوع بيد إنسان، بناء بيت غير مصنوع بيد أبدي، يعني مش معمول بيد إنسان، معمول بيد الله الأبدي. طيب، لكن وإحنا في الألم، بولس الرسول بيقول وإحنا في الألام في هذه الخيمة بتاعتنا في حياتنا بنمر بألام كتيرة، بنئن يعني بنتألم زي ما قال في عدد 2. بس إحنا مشتاقين لحاجة مهمة قوي، إن إحنا نلبس المسكن اللي في السماء، يعني نلبس الخيمة بتاعتنا الجديدة أو الجسد النوراني، بلاش الخيمة، الجسد النوراني اللي هندخل فيه في السماء. واعتبر أن الإنسان اللي ما بتديش من على الأرض ويحس أن الألم دي تجربة من ربنا، وأن ربنا عايزنا نجتازي الألم ديت علشان لما نطلع السماء يبقى عندنا حاجة قدام ربنا، بيعتبر الإنسان دوت أنه عامل زي الإنسان العريان بالظبط. قال كده لكي وإن كنا لابسين لا نوجد عرى. يعني إيه لابسين لا نوجد عرى؟ يعني العري مقصود به عري الروح، يعني أن إحنا ما عندناش حاجة نقدمها قدام ربنا. مشينا مع بعض لغاية ما وصلنا لعدد 7، وقال كده بولس الرسول إن إحنا عارفين كل حاجة مش بالعيان لكن بالإيمان، لأن لو كل حاجة دخلناها في مخنا بعينينا مش هنلاقي. زي مثلا واحد من ولادنا كان بيتكلم معايا، ولد صغير كده، بيقول لي إنه لما بيدرسوا في المدرسة قضية التطور بيدرسوها بطريقة مختلفة خالص، في حين هو طبعا عشان متربي في الكنيسة وبيته مسيحي بيحاول يقول لهم لا، طب تعال نفتح مع بعض سفر التكوين، العالم يبص بالعيان احنا نبص بالإيمان. سفر التكوين يتكلم ان الله خلق الإنسان على صورته ومثاله، لكن العالم مش مقتنع بكده، العالم في مخه حاجة، دي نظرية التطور بتاع داروين، جات الحاجة كده، ربنا ملوش دخل فيها، مين ربنا دوت، ليهم مبدأ مختلف. فهو قال لهم كده لأننا بالإيمان نسلك لا بالإيه؟ بالعيان. ختم مع بعض قال آخر آية خدناها، لذلك نحترس أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضين عنده. يعني هدفنا وإحنا على الأرض إزاي أن إحنا نرضي الله. طيب نيجي من أول عدد 10 بيقول إيه؟ لأنه لابد لنا أننا جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح
لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. طب عايز تقول إيه معلمنا بولس؟ يقول بصوا هيجي يوم الدينونة، يوم الدينونة كلنا لازم نظهر قدام كرسي المسيح. يمكن مرة فاتت قلت لكم ما تقالش خالص عن المسيح إنه كان لي كرسي على الأرض، ده هو نفسه قال إن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه، صح ولا غلط؟ ملوش كرسي. عمرنا ما شفنا المسيح قاعد على كرسي كده والدنيا مت حواليه ده الإله خالص خالص. لكن وانس إن احنا طلعنا فوق لازم نشوفه بقى في إيه؟ كرسي العدالة، كرسي الدينونة. فمعناها إن كل واحد هيقف قدام ربنا في يوم الدينونة. طب دي عرفناها خلاص، يبقى كل واحد حينال هذا هذه الوقفة. بس خلي بالكم الجهاد بتاع الإنسان هو اللي هيقيم الإنسان، ودي تاني نقطة مهمة في الآية دي، إن في دينونة لكن الجهاد بتاع الإنسان هو اللي هيخلصه. لأن لو كان قال لو الإنسان مؤمن بالله هيقبله كان ماشي، لكن قال هيقيمه إن كان عمل خير أو شر. العمل ده معناه إيه؟ جهاد. العمل جهاد. فكين الآية الجميلة بتاعت يعقوب الرسول بيقول أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني، صح؟ يعني ممكن لقي واحد شماس حلو قوي يرتل ويصلي ويهام كل حاجة حلو قوي، لكن تلاقيه مثلا في البيت بيتخانق كتير مع مراته وزعلان معاها ومش وثبته ماشي، إيه ده؟ فين العمل بتاعك؟ إيمانك وحياتك الإيمانية الروحية دي مهمة، لكن إيمان بدون أعمال ميت. فبولس الرسول حطينا قدام الامر الواقع، قال في دينونة في كرسي هنقف قدامه، بس خلي بالكوا كل واحد مش هيتقيم على ايمانه. بس خلي بالكوا هو لسه باين في الحته اللي فاتت قال ايه؟ لا نسلك بالايمان لا بالعيان. في فرق بين الثلاث حاجات دول. العيان يعني كل واحد يؤمن لما يشوف ويحس، دي حته الايمان. لكن الآية الثانية بتتكلم بقى إن في إيمان لكن لا يلغي الأعمال. فأنت لما هتقف ربنا هيقول لك عملت عمل خير ولا عملت عمل شر، هيقيمك على حسب جهادك. نبتدي بقى بعد كده آية 11 بيقول إيه؟ فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له. وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا. إيه بقى الحكاية دي؟ قال بص بقى، إذا كنا حاسين بمخافة ربنا في حياتنا، أو بمعنى آخر الإيمان كويس، لكن مع الإيمان كمان لازم نفهم إن الإنسان اللي ما بيخافش ربنا وما بيدلوش المهابة هيدنه في الخطية على طول. الفرق بين إنسان في الخطية وإنسان يعني واحد ماشي في الخطية وواحد تاني مدقق قوي في حياته وعايش حتى دي، هو إن حاسس بمخافة الله. حياة التدقيق تخلي الإنسان باستمرار يفكر أنا عملت إيه النهاردة، أنا الصح وإيه الغلط. طب بتعمل كده ليه؟ يعني حتى مبدأ مهم في الكنيسة أقول لك إيه؟ إن كل واحد يحاسب نفسه كل يوم. طب بتعمل كده ليه؟ إيه الهدف؟ يقول لك علشان خاطر أحس من جوايا إن أنا يعني بخطي خطوة بعد التاني. فالتدقيق يقود الإنسان الى الابديه. طب معناها التدقيق ان انا خايف من ربنا؟ مش معنى الخوف خوف الديانه الثانيه ان ربنا يقطع رقبتي ويعلقني من رموش عينيا والكلام ده، لا خالص. الخوف او المخافه هنا بتيجي ان انا اعطي الله المهابه. بالضبط اديكم مثال بسيط قوي. في اب يعني يوبخ ولاده بطريقه كده حلوه، وفي ام تدلع. فتلاقي مثلا لو الام بتدلع على طول العيال في القرارات المهمه قوي ما يروحوش للام كده، او ملهاش راي قوي. لكن الاب علشان خاطب رغم انه بيوبخ او بيبقى، لكن احنا واثقين فيه. فالفكره هنا بتيجي بمعنى ان احنا مش بنخاف من ابويا اللي في الجسد، بس انا بديله المهابه. بابا جاي يبقى كل هيقعد ساكت، بابا لما يقول نعمل، لما نقول نمشي نبقى نمشي مع بعض. يبقى الولد بيدي كرامة لأبوه. وبعد ما يكبر الولد الصغير دوت يقول لك مش عايز أعمل كده عشان بابا ممكن يزعل. يزعل ماما مش مشكلة، مش هتزعل مني ماما، على طول ماشية اللوية كده، عارفين يعني اللوية يعني بالاتكال كده، لكن بابا ممكن يزعل. فبيدي المهابة والكرامة لأبوه. فهنا نفس الحكاية، فإذ نحن عالمون مخافة الرب، ده بيتكلم عن نفسه بولس الرسول، نقنع الناس.
يعني ايه؟ يعني الانسان اللي خايف ربنا وبيدقق في حياته، الناس لما تشوفه يشوفوه في صوره حلوه، قدوه جميله. يبقى الانسان يصار قدوه، او بولس صار قدوه، او الخادم يصير قدوه لما يحس اللي قدامه ان هو دايما بيخاف ربنا وبيقود حياته من خلال الخوف دوت الى الابديه. واما الله فقد صرنا ظاهرين له، يعني احنا مكشوفين قدام ربنا. بولس الرسول بيقول ان احنا كهو كخادم، يعني انا كخادم، انا كبولس، احنا عارفين، احنا صرنا ظاهرين امام الله كالخدام. وارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضا. يعني ايه؟ يعني من فضلك اصل خلي بالك، بولس الرسول بيتكلم ليه بالطريقه ديت؟ لان هم كانوا بيضطهدوا بولس، او كانوا بيقولوا عليه ان هو مش رسول، او هو بيدافع عن نفسه. فلهم بصوا، احنا يهمنا قوي قوي ان احنا نرضي ربنا، يهمنا قوي قوي ان احنا نبقى ظاهرين قدام ربنا. وارجو ان ضمائركم تصحى وتشوفوا يعني ان احنا خدمناكم قد ايه، او بمعنى اخر ضمائركم تصحى وتشوفوا القدوه اللي جت تخدمكم، اللي هو بولس الرسول. مش بيفتخر لسه، ده هيفتخر اكتر من كده، بس هيرجع تاني في التضاع. يبقى الهدف من الايه دي ايه؟ ببساطه شديده، احنا بنحب ربنا وخايفين، بنخاف ربنا، والمخافة دي بتقودنا إلى الأبدية. طيب حلو قوي، إحنا قدام ربنا ظاهرين، مش محتاجين حد يقيمنا. ده بولس الرسول بيقول، وإن كنت أود، ده بولس برضو، إن أنا أبقى في ضميركو ظاهر كده زي ما ظاهر قدام ربنا. يعني تقولوا بولس برضو تعب معانا، بولس يعني جه وافتقدنا، بولس بعت لنا رسالة واتنين، بولس ادنا الإيمان المسيحي الصح، بولس ما بخلش علينا أبدا في تعبه كده. أنا عايز أكون يعني واضح في ضميركم، لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا، أيضا لديكم، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. إيه بقى الحكاية بتاعتك يا بولس؟ أنت بتفتخر بنفسك؟ بقول لهم بصوا بقى، أنا ما بنقعدش أمدح في نفسي، ما عدش أقول أنا بولس أنا بولس أنا بولس، ما أفتحش نفسي. بس أنا عايز كمان أنتوا من جواكوا تفتخروا بخدمتنا. يعني نفتخر بشخصك؟ قال لا، بالخدمة. بعد كده هيركز على الخدمة. ليه بقى؟ علشان في ناس كذابين، رسل كذابين، فهموكوا أن بولس ما عملش حاجة، وأن أبولس ما عملش حاجة، وأن دول بيعملكوا كده يعني حاجات ظاهرية، ودول مش رسل مثلا يعني. فقال لهم لا، انا عايز ان انتوا تفتخروا انتوا بالخدمه اللي احنا عملناها. عارفين زي ايه؟ زي مثلا ساعات يبقى قدامنا واحد مظلوم، او خلينا مش مظلوم، واحد الناس بتحكم عليه بطريقه غلط، فيعيش مظلوم، يفرح قوي الشخص دوت لما ربنا يفتكره، فقال لك انا قدام ربنا معروف، مش مشكله. ياما بنحكم على ناس بالظاهر ومن جواهم حلوة قوي، وياما نحكم على الظاهر بالنقاوة من جواهم الحقيقة محتاجين تعديل. يعني ساعات نبص كده. فبولس بيقول لهم احنا قدام ربنا باينين، مش محتاجين شهادتكم. وان كنت اود ان انتوا تفتخروا بخدمتنا. طب ليه؟ علشان تجاوبوا على الناس اللي بيحكموا بالظاهر مش بالقلب. تاني، للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. مين بقى اللي يفتخر بالوجه لا بالقلب؟ اللي هم بقيت الناس اللي كانوا عمالين يقولوا ده بولس ما بيحبكمش، ده بولس مش رسول، ده بولس بالطريقه دي. فخلينا ناخدها بالمعنى بتاعنا مش المعنى التاريخي، ان بولس بيوجهنا رساله، من فضلكم لما حد يخدمكم قولوا يا ده خدمنا. لما حد يقدم أي خدمة، مش خدمة الكنيسة يعني، دايما تفتخروا بخدمة الآخرين، دايما تدوا للإنسان استحقاقه، يمكن يتشجع. يعني ياما ناس كتير قوي يعملوا حاجة. أنا فاكر كويس، أنا افتكرتها دلوقتي، فاكر مرة من المرات الناس اللي جايين من مصر يعني، فالمجموعة اللي بتخدمهم الحقيقة خدمتهم خدمة جبارة قوي. يعني حكول القصة دي، مثلا 7-8-9 أسر مثلا عملهم خدمات، وفي الآخر حد بيسمى بيقول لهم ها في حاجة ناقصة، لو احنا عملنا لسه حاجة، يعني اتعمل لهم كل حاجة، يعني كل حاجة ممكن ممكنة وغير ممكنة. لكن التعليق نفسه
ها عملت ايه؟ واحد بيسالهم ها في حاجه ناقصاكم؟ عملت كل حاجه؟ لو احنا لسه عملنا حاجه؟ الله. طب ما احنا مثلا معروف ان اي حد بيجي هنا بيحاول اول حاجه يفتح حساب في البنك ويقدم للعيال في المدارس ويشوف سكن ويشوف عربيه ويشوف مش كده، اتعمل كل الحاجات ديت. طب ما هو فاضل ايه يعني؟ والانشورنس والكلام ده كله فاضل ايه يعني؟ فاضل بقى انك تشوف اذا كان في ورق، اذا كان في شغل، حاجه بقى دي انت تدور عليها يعني. لكن الفكره نفسها تهبط اللي قدام. فبولس الرسول برضو واحد تحت الضعف يعني زينا زي اي حد تحت الضعف، فلما خدمهم 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 قالوا ده مش رسول. قال لهم بص بقى، الناس اللي بتحكوا عليه يقولوا ان احنا مش رسول دول بيحكموا بالظاهر، انا بقى قلبي عليكم. فمن فضلكم لما تيجوا تحكموا ما تحكموش بالامور الظاهريه، احكموا بالامور القلبيه. فركز وقال ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه اللي هي الحاجات الظاهره. رد عليهم لا، بولس بيخدمنا بالقلب، بنفتخر ان بولس خدمنا لانه قلبه علينا. لاننا ان صرنا مختلين فلله، او كنا عاقلين فلكم. ايه الحكايه دي بقى؟ يعني ان صرنا مختلين، هم اتهمون مختل العقل، فقال لهم لو احنا عملنا كده، طب ما هو ربنا كان كده، وهم اتهموا المسيح هو على الارض انه مختل العقل، واتهموه ان هو بقى لزبود الشياطين. يلا يبقى خدمتنا لربنا، يعني عايز اقول لهم كده، يبقى احنا بقينا زي ربنا. ان صرنا مختلين العقل في نظركم فده برضه صوره فلا الله، يعني كله بقى ربنا مش هنبص. عارف مثلا واحد يقول لك ايه؟ اعمل الخير ورميه في البحر. فاكرين المثل دوت؟ اعمل الخير مش مستنين عند ان حد يكافئنا يعني. فهو بيقول لهم احنا عملنا كده وكله ربنا. طيب وإن كنا عاقلين في نظركم فلكم، يعني إذا لقيتوا البشارة بتاعتنا والخدمة بتاعتنا بشارة وخدمة عاقلة يبقى أنتوا استفدتوا في الآخر، يبقى كل ده راجع ليكم. إذا اتهمتونا بالخلل العقلي المسيح بتاعنا كان كده، فكل ربنا. إذا لقيتونا عاقلين يبقى أنتوا اللي استفدتوا في الآخر من الخدمة بتاعتنا. لأن محبة المسيح تحصرنا، جميلة تحصرنا يعني تحوطنا، محبة المسيح تحصرنا. إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا. أنا عايز أقول لكم أن بولس الرسول عايز يقول كل اللي إحنا بنعمله دوت لأن مش عارفين نودي جمال ربنا فين. مش عارفين نودي جمال ربنا فين. تعالوا ناخد مثلا في كتاب مقدس، عارفين المرأة ساكبة الطيب؟ الناس كلها بطرس ولا سمعان يعني اتهمها انها مختلة العقل في الحادثتين، يعني بلاش اتحرك، في الحادثتين يعني يقول لك ايه؟ كان يمكن ان يباع هذا ب300 دينار ويعطى المساكين، ده ست مجنونة باين عليها. المسيح امتدح المختل العقل، المسيح باصص عليه ازاي؟ مهم خلاص. فلما حب بقى يبلور فكره اختلال العقل دوت فقال بس خلي بالك احنا كلنا بنتصرف من منطلق واحد، ان محبه المسيح تحصرنا، محبه المسيح محوطانا، محبه المسيح مش عارفين نوديها فين. عطاءه ويعني خير ربنا علينا كتير، فهي دي المحبه اللي تخلي واحد زي بولس الرسول يقدم. ياما ناس كتير تركوا، ياما اباء كتير تركوا اللي عندهم، يعني تشوفوا خدام كثيرين في الكنيسه كرسوا حياتهم لربنا، اساسيهم في العلم يعني هو علماني، يعني ايه ده يسيب الماجستير والدكتوراه بتاعته والحاجات دي؟ اصل محبه المسيح بتحصر. واحد بيدرس في الجامعه ولا مهندس ناجح ولا الرجل التاني في الشركة ولا في أي حاجة، يسيب ده كله ويروح الدير ولا يروح يتكرس في الكهنوت ولا يروح يتكرس كشماس مقرس، إيه ده كله؟ يقول لك محبة المسيح بتحصره. وكأن بولس الرسول بيقدم لنا خيط مهم في خدمتنا. الخادم اللي بيقدم باستمرار بدون ما ينظر لتعبه ولا وقته ولا الحاجات دي ماشي بمبدأ محبة المسيح تحصرنا، هي اللي بتخلينا نعمل كده. كل ما اتعب اقول يا رب انت تعبت اكتر،
كل ما احس ان انا بضيع وقتي، مثلا واحد يقول له انت هتضيع وقتك في الخدمه وفي لازم تروح تخدم فلان وعلان، مش لازم خدمه مدارس الاحد جنرال يعني الخدمه العامه، يقول لك يعني بيتك اولى، سواء بيطلع من منطلق محبه المسيح بتحصرنا. سيد المسيح عمره ما في يوم قال كفايه كده انا تعبت، ما قالش كده. فحتى الشهداء اللي قدموا حياتهم لربنا، واحنا كنا بنعيد بعيد الشهداء قريب، تشوفوا واحد صغير في السن، تشوفوا واحدة جميلة جدا، تشوفوا واحد شيخ كبير عجوز، إيه اللي يخليك تعمل كده؟ إيه اللي يخليك توصل لمرحلة محبة المسيح تحصل؟ مش عارف حكيت لكم برة قصة حصلت معانا، وكنا طالعين برحلة لدير الأنبا صمويل المعترف. عارفين دير الأنبا صمويل المعترف؟ في حتة ناحية المنيا مغاغة بالضبط. الطريق بتاعه الحقيقة من أسوأ الطرق للأديرة، وما زال موجود يعني ما تصلحش، يعني يمكن عدلوا فيه شوية لكن كله مدق، يسموه مدق يعني كل حجارة. فسواء اللي كان طالع معنا، كانت رحلة كبيرة أوتوبيس، فالسواء اللي طالع معنا قلنا له دينا له فكرة يعني، فمشي مشي مشي ودخل المدق، واحد ماشي مش لاقي يعني نهاية. وبعدين يعني في وسط المسافة كده قال لي إلا قل لي يا مولانا، أنا كنت يعني أبونا يعني المولانا، المولانا هو إيه اللي زنق الأخ اللي اسمه صمويل إنه يجي في الحتة الأخيرة ديت ويعمل طبعاً؟ وهو بقى نازل يعني لولاد نازلين قالوا نلحق نطلع المغارة، هو كمان في مغارة، هو بيفكر ولسه في مغارة يطلع المغارة فوق. هي دي محبة المسيح بتحصلنا، هو حب يعني، بس طبعاً مش أي حد يقدر يدرك الحكاية دي بالذات من الآخرين. ما أنا هكمل حد. محبة المسيح تحصرنا إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع. أصل محبة المسيح يا جماعة أول إشارة ليها الصليب، مش كده؟ فإذا كان واحد مات من أجل الجميع اللي هو المسيح، فالجميع إذا ماتوا، إيه بقى ماتوا يعني إيه ماتوا؟ يعني المسيح جاء ومات من أجلنا، إحنا كمان متنا بس في المعمودية، مقصود بها المعمودية، يعني عايز يديهم حتة إيمانية عقائدية إن الإنسان فينا اللي مات من أجل المسيح ده مات في المعمودية، هو المسيح مات من أجلنا وادانا سر اللي هو المعمودية اللي من خلاله إحنا كمان إيه متنا. يبقى الآية واضحة بتقول فيها عطية المسيح لنا أو محبة المسيح لنا غيرت حاجات كتير في حياتنا، وأول علامة هي الصليب، والصليب خلانا بعد كده نؤمن بالمسيح، وإيماننا بالمسيح خلانا نموت. ليه؟ نموت بالمعمودية، مش بيقول بولس الرسول صرنا مدفونين معه، يعني اتدفننا معه، هي مقصود بها طبعا المعمودية. قبل ما أسيب الحكاية دي عايز بس أقول حتة صغيرة. لما جه المسيح ما جلناش عشان خاطر يدينا الموت بتاع المسيح، ما جاش خاطر يدينا ألام وضيقات وأتعاب. خلي بالكو أنه حط كلمة الموت مع المحبة في الأول، يعني أول حاجة قال محبة المسيح تحصرنا، مش كده؟ وفي نفس الآية قال بس مات محب. طب ده المحبة دي يعني فيها حب، فيها كده يعني مشاعر كويسه، لكن ده الموت ده الم وضيقه. يقول لك ما هو الاثنين يعني وجهين لعمله واحده. حب المسيح خلاه يموت، بذله تضحيته خلاه يموت من اجلنا. فمعناها في منتهى البساطه الانسان اللي بيحب لازم يبذل من اجل الاخر. طيب خلينا ندخل في النقطه اللي جايه. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. يبقى لما المسيح يموت ويقبل لنا حبه، مش عشان خاطر كل واحد بقى يحس بنفسه عيش لنفسه وخلاص، لا ده نعيش من أجل المسيح فيما بعد لا لأنفسهم، أمال لمين؟ نعيش لربنا للذي مات من أجلهم وقام، نعيش للمسيح. يعني معنى آخر بمعنى بسيط قوي، إذا كنا وإحنا في الجسد بتاعنا دوت حسينا بموت المسيح من أجلنا، فلازم إحنا نشوف المسيح عمل إيه
ونعيش له من أجل أو نعيش لأجل المسيح. يعني ببساطة يقول إيه؟ بص المسيح في سلوكياته اتعلم منه. واحد جه وحبك اتعلم منه، واحد جه وفرحك اتعلم انك تفرح، واحد جه وعزاك اتعلم انك تعزي. عيش للمسيح، ما تعيش للايه؟ للامور اللي ممكن تكون امور ارضيه. طيب الهدف بتاع الايتين دول كلهم ايه؟ في حب بيحصر الانسان، في الام مبذوله من اجل هذا الحب، مطالبين احنا كمان ان احنا نعيش للمسيح في النهاية. عارفين لما واحد يعمل فينا خدمة، خدمة صغيرة يعني، نقعد شايلينها له جميلة فوق جيبنا. واحد عيني فسن في شغلانة ما كنتش أحلم بيها، نقعد نشايلينها له طول العمر، ويمكن نقول لولادنا، تعرفين يا ولاد بصراحة الأخ فلان دوت هو سر إن هو خلنا في المكان اللي احنا فيها ديت مثلا يعني. أو خلينا نمشي حتى على مستوى الجسد، لو واحد مثلا غني وساب فلوس لأولاده والأولاد معترفين بالجميل، يقعدوا يقولوا إيه؟ ده لولا بابا ساب لنا الخميرة. لولا بابا؟ طب ده بابا ده اداك فلوس، لكن ربنا اداك حب واداك بذل واداك تضحية واداك صفات كتيرة جميلة. صحيح حلو إن بابا يسيب لك، لكن إذا كان الإنسان لما بيسيب حاجة الإنسان بيعمل فيه ده كله، طب المسيح اللي ساب لنا عملنا فيه إيه؟ لازم نعيش للمسيح. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء، يبقى اعترفنا بالحياة. يعني نقدر نقول إن هو مات وعمل بدل بيني وبينه، يعني يعيش، هو مات عشان أنا أعيش، يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. عارفين القصة الجميلة، افتكرتها دلوقتي لما بتكلم معاكم، قصة إنه كان في مركب وكان فيها عدد كبير من الناس، وبعد شوية المية هاجت عليهم، يعني البحر هاج، فابتدوا يجيبوا مركب صغيرة وينزلوا الناس في المركب ديت. المركب الكبيرة فيها ناس والمركب الصغيرة الحقيقة مش هتشيل الكل، قعدوا ينزلوا واحد اتنين تلاتة اربعة، فضل في الاخر اتنين، مفيش غير مكان واحد. المكانين دول كان واحد قديس قوي واحد شرير قوي، فالراجل القبطان وقف قال مش عارف اعمل فيه، نعمل قرعة. فعمل قرعة جات اللي مفروض ينزل القديس، فالقديس قال له لا بص انت انزل وخد مكاني بس عيش العيشة اللي انا كنت عايشها. فاهمين الفكرة؟ عايز توصل؟ المسيح عمل فينا كده، قال انا حموت، انا حموت بس عيش العيشة اللي انا عايزك تعيشها، عشتي انا، عيش لي انا، عيش عينك علي انا، عيش عينك على الحب اللي هو الصليب، مقصود بها كده. إذ نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. الله إيه الحكاية؟ يعني في منتهى البساطة بيقول إحنا ما نعرفش حد حسب الجسد، خلينا نمشي بالروحيات. وإن كنا إحنا في البداية لما تجسد المسيح عرفنا بالجسد، لكن دلوقتي لما تلمسنا معاه مش يعني ما يهمناش الجسد بتاع المسيح، يهمنا أكتر إيه؟ عمل المسيح معانا. فهو قال ان احنا دلوقتي بلاش نحكم حسب الجسد، بلاش نتعامل بالناس مع الناس بالامور الجسدانيه، خلينا نمشي بالامور الروحيه. فممكن واحد يقول له طب ما انت عرفت المسيح بالجسد، يقول لك اه احنا عرفناه بالجسد في البدايه، لكن بعد كده ابتدينا نتكلم معاه بالروح. فيقول وان كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لما جلنا متجسدا لكن الان، يعني بعد ما صعد، لا نعرفه بعد. ممكن عايزين نزودوه تقولوا لا نعرفه بعد بالنظره الجسديه او حسب الجسد، نعرفه كاله لينا بيقود سفينه حياتنا. إذ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. تجديد بقى، الحاجات القديمة كلها راحت، بس الإنسان اللي عايش في المسيح، إذ إن كان أحد في المسيح. طب احنا بقى في المسيح إزاي؟ لك أول حاجة أديتك روحي القدوس، أديتك روحي فصرت ثابت فيه. طيب كويس. تاني حاجة تكون في المسيح بالكلمة، اديتك كلمتي ماشي. تالت حاجة تكون في المسيح بالجسد والدم الإفخارستية. الإنسان مش هيكون في المسيح، خلي بالكوا كلمة في دي مهمة قوي، إن كنا في المسيح. طب هنخلينا ثابتين في المسيح إزاي؟ نحافظ على ثباتنا في المسيح إزاي؟ يقولك تعمدت تؤمن أن الله هو الإله المتجسد
بتتوب وتعترف بتتناول كل دي حاجات تثبتنا في المسيح، بتقرا كلمته وتعيها بتاخد فيه علاقه بينك وبين حلوه قوي، يبقى انت كده في المسيح. طب انا بقيت في المسيح، اذ كان احد في المسيح بقينا خليقه جديده، حاجه جديده خالص، خليقه جديده، الاشياء العتيقه قد مضت، هو ذا الكل قد صار ايه؟ جديدا. طب عايز تقول ايه يا بولس؟ يقول انا عايز اقول لكم ان حصل تغيير جذري في حياتنا، في الانسان اللي عايش في المسيح. المعمودية خلت كل حاجة فيا جديد في جديد. وعارفين يقول لك كل حاجة متجددة جديد في جديد، بس التجديد بتاعنا مش التجديد اللي بيقولوا ايه؟ لحظة يلا تتجدد، دي مش بتاعتنا. التجديد ده حياة بنعيشها. يعني مثلا لو خدنا شوية حاجات، الحياة كان هدفها الفلوس الأول، يعني الحياة أي حاجة مختصة بالحياة هدفها فلوس ومنقولات ومش عارف إيه، الحاجات دي كلها اتغيرت وصار الحاجات بالنسبة لنا، الحياة بالنسبة لنا حاجة جديدة. ليه؟ أصل الحياة على الأرض تنقلني للسماء، فما ملكنز ليا في السماء. طيب العالم كان بالنسبة لنا عطايا عالمية كتيرة، لكن العالم دلوقتي بالنسبة لنا فرصة للكرازة، فرصة للخدمة، فرصة للتوبة. ربنا بيدينا فرصة نعيش في العالم عشان خاطر نتوب. الفرح كان زمان في الامتلاك للأمور الجسدية، دلوقتي الفرح بقى فرح روحي. اللي غير فينا الحاجات دي بقى، خدوا الصفات دي كلها، الألم، حتى الألم زمان لفقدان حد، لكن الألم الروحي دلوقتي غيرنا. لما حسنا بعيدة عن ربنا وما توبتش، لو واحد كده قاعد متضايق تعبان مش عارف في ايه، اللي مضايقني مش عارف، كل حاجة عندي، فلوس ولاد كل حاجة عندي، لكن مش 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 تعبان في حاجة، لو دور يلاقي في خطية. يبقى إذن المعمودية اللي جددتني وصار الكل جديدا ديت غيرت حتى فكرة الألم من زمان العهد القديم إلى الألم في العهد الجديد، وهو بقى أصبح ألم يميل إلى الألم الروحي. وهكذا الحزن ومعرفة الله كانت زمان عشان خاطر يديني، دلوقتي معرفة الله عشان شخص المسيح ويعزيني تعزيات روحية وما إلى آخره. التجديد ده نشوفه بسرعة بسرعة في قصة القديس أغسطينوس مثلا. يعني القديس أغسطينوس لما ساب الحياة اللي كان ماشي فيها، تحكي القصة بتاعته إن المرأة اللي تعرفه راحت خبطت عليه، قال لها مين؟ قالت له أنا فلانة، قال لها أنا ما أعرفكيش، قالت له فين أغسطينوس؟ أنا عايز أغسطينوس، قال لها أغسطينوس الذي أنت تعرفينه قد مات. خلاص صار جديدة، كل حاجة صارت إيه؟ صارت جديدة. ده التغيير الجذري اللي يعمله معانا ربنا. فضلنا ايتين ناخدهم، ولكن الكل من الله الذي صلحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمه مصالحه. كلمه طبعا الكل من الله يعني الله الاب، صلحنا لنفسه يعني لله الاب بيسوع المسيح اللي هو عمل الصلح بيننا وبين الاب. واضحه كده تاني ولكن الكل من الله، كل حاجه اللي احنا فيها دي كان بترتيب ربنا. صالحنا الله الآب لنفسه بس بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. جميلة قوي الحكاية دي، يعني مش بس حتة عقائدية أن الله الآب أرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح فصالحنا يسوع بالآب اللي بنقول عليها صلاة الصلح حتى في القداس، مش بنتكلم ونقول نتكلم الحاجات دي بالترتيب كده، نقول يا الله العظيم والأبد الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بإيه؟ بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا. يبقى حصل ظهور المسيح اللي هو التجسد، صالحنا مع الله الآب. طب خلاص كفاية كده، حط نقطة وخلاص. قال لك عشان يعطينا إحنا كمان خدمة المصالحة. يعني هنشتغل في خدمة المصالحة. المصالحة دي مقصود بها ايه؟ يقول لك اول حاجة في خطوات المصالحة، الخدمة المصالحة دي، انك تخدم الاخر عشان تصالحه على ربنا. جوزك بعيد عن ربنا اخدميه فتصالحيه على ربنا، ابنك بعيد عن ربنا اخدميه، جارك بعيد عن ربنا اخدمه. كل حاجة الهدف منها اصالح الانسان. واحد زعل، رحت الواحد تعزوه في البيت، قال لك انا عايز اشوف ربنا ولا عايز اشوف اي حاجه من ناحيه ربنا ولا كاهن يجيني ولا بتاع، صالحه على ربنا فاصبح لك خدمه المصالحه. يعني انت يا رب، يعني تخيلوا بقى كده ان المسيح يقف قدام الاب يقول له مش انت اديتني ان انا اصالحك على الارضيين؟ انا كمان خليت انطونيوس سوميري ومش عارف مين،
يكونوا زي كده خدام. ايه ده؟ يعني انا تساويت، طبعا مش متساوي يعني معنى تساوي، لكن تساويت في النقطة دي مع الله الابن اللي صلحنا مع الله الاب، فصارت لي انا وحضراتكم خدمة المصالحة. شفتوا الحب بتاع ربنا لينا، نشترك في خدمة المصالحة. طبعا خدمات كتيرة للمصالحة، خلينا ندخل في الآية 19. أي أن الله كان في المسيح، الله الآب كان في المسيح اللي هو الابن مصالحنا العالم لنفسه، يعني صالح العالم لله الآب، غير حاسب لهم خطاياهم ووضعا فينا كلمة المصالحة. إيه بقى غير حاسب لهم خطاياهم؟ يعني يقول لما جه المسيح على الصليب غفر الخطايا الجدية، ما حسبهاش لينا. وكمان كمان زيادة على كده، إن وإحنا عايشين في العالم من خلال الله الإبن وجسده اللي موجود على المسبح كل يوم بيدينا مرة تانية غفران الخطايا، وبالتالي ما عادش فيه حساب للخطية. صح ولا غلط؟ يبقى حاجتين، الله الإب أرسل ابنه الوحيد يسوع عشان يفدي على الصليب من الخطية الجدية، فصار لينا عدم حساب، غير حاسب لنا خطايانا الجدية، ده رقم واحد. طيب، والمسيح الابن لما نزل على الأرض أعطى لينا جسد ودمه، فصار لينا برضو نفس الفكرة، غير حاسب لينا خطايانا إن احنا تبنا وتناولنا فتحسبتش لينا خطايا. يبقى ده يدينا أمل حقيقي. كل واحد يقول لك حقيقي يا ابونا الخطايا بتاعتنا حتى لو كانت كبيرة، خطايا كده يعني صعبة تتغفر، اهو غير حاسب ليك خطاياك لانه صالحنا مع نفسه بالمسيح اللي موجود على المذبح. يقول لك وضع فينا كلمة المصالحة، يعني خدمة المصالحة ليها كلمة، مش خدمة يعني لازم اتكلم، لازم اكرز، لازم اعمل حاجة، لازم اروح اتكلم مع فلان واقول له لا ما يصحش. انا عايز اقول لكم حتى دي المصالحة اللي بنصالح الاخرين على ربنا. طب ايه رايكم لو دخلنا عملنا عمل خير مثلا وصالحنا اتنين مع بعض؟ طب ما هو في الاخر لربنا، ما هي في الاخر صحيح خدمة المصالحة الارضية بين اتنين، لكن في الاخر مردودها على ايه؟ على ربنا. ربنا يبص كده يقول لك يا سام انا قابلت فلان وقابلت فلان دوت، خلاص انا كنت زعلان من فلان وفلان عشان متخاصمين مع بعض، لكن لما دخل طرف تالت وعمل خدمة المصالحة قبلت اعتذار دوت واعتذار دوت وخطية دوت وخطية دوت، فصارت خدمة مصالحة لله أيضا. بس سروبة إيه؟ يعني من خلال إيه؟ واحد واحدة مثلا، واحدة واحدة وهكذا. فإدى بقى كلمة المصالحة، واحد يدخل يقول كلمة يفرمر يبوظ البيت ويهيج البيت، واحد يدخل يقول كلمة يهدي البيت خالص، يحس كده البيت فيه سلام وهدوء، عمل خدمة مصالحة. إذ نسعى كسفراء للمسيح، عن المسيح كأن الله يعظ بنا، يعني إحنا نبقى سفراء للمسيح. السفير ده يعرف لغة المسيح اللي هي لغة السماء، يمثل المسيح على الأرض، في بقى صفات ياخد الأمر بتاعه من المسيح. هو بيقول لهم إحنا كخدام بنسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، ربنا من خلالنا بيعظ الآخرين، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. بولس الرسول حط نفسه عن المسيح، يعني بالنيابة عن المسيح المصالح، مش المسيح ده هو اللي صالحنا، بالنيابة عن المسيح المصالح دوت بقول لكم تصالحوا انتم مع ربنا. في صفات كتيرة بقى للسفير هسيبها لكم التدريب بتاعكم. يعني ممكن تقولوا السفير يعرف لغة بلده كويس، البلد الوطن بتاعنا هي السماء فلازم يبقى مسبحين. السفير يمثل الله يعني لازم يبقى قدوة. السفير ياخد الأمر بتاعه من رئيس الجمهورية أو الملك بتاعه، فهو بياخد الخادم بياخد الأمر بتاعه من ربنا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية. من الذي لم يعرف خطية؟ دي آخر آية. من الذي لم يعرف خطية؟ يبقى الله الآب الذي لم يعرف خطية جعل الذي لم يعرف خطية خطية. الله إيه الحكاية؟ يعني إيه جعل الذي لم يعرف خطية خطية؟ يعني نقدر نقول أنه جعل الذي لم يعرف خطية اللي هو المسيح ذبيحة خطية، مش خطية بمعنى بقى خاطي، لا، أصبح المسيح هو ذبيحة الخطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. يعني لما احنا تتغفر خطيتنا أو يبقى المسيح هو ذبيحة الخطية بالنيابة عننا يصير لنا البر، بر الله فيه. كده خلصنا الإصحاح السابع السادس،
الخامس افتكروا بقى معايا ان شاء الله بعد فترة ليست بقليلة او كثيرة نكمل مع بعض الاصحاح السادس بنعمة ربنا. افكركم بس ان بكرة في احتفال كل القديسين الساعة 7 ولا 7:30 انا مش فاكر، مكتوب 7 يبقى 7.